انتقادات كبيرة لكيروش على أداء منتخبنا الوطني خلال البطولة، تحديدا في المباراة الأولى والمباراة الثانية وحتى في المباراة الثالثة. يتحدثون عن المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، هل له صلاحية أنه يتحدث مع كيروش في أي أمور فنية لمنتخب مصر ولا ملوش هذه الصلاحيات؟ رأيك أصلا في أداء كيروش مع منتخبنا الوطني حتى الآن؟ تعلم أن الكابتن كيروش رجل معروف لكل من يمارسون كرة القدم، وبالتالي هناك ما يمكن أن يكون أكثر من الكلام أن يقال له. واجبي أن أدعم أي كابتن يكون بتدريب الفريق القومي ومنح كل الفرص. الآن علينا أن نفكر في الخطوة التالية وأن نكون متحدين وأن يكون هناك فرصة لأداء أفضل في الفترة القادمة. في المجموعات الأخرى هناك مباراة أخرى لنيجيريا، وكما تعلم كان هناك بعض الصعوبات، وأيضا هذا يعني أن الفرق هذه الفرق لم تعد ضعيفة كما كان في الماضي، وبالتالي فإن هناك الكثير من المفاجآت في هذه البطولة، وكانت هناك العديد من المباريات الجيدة. كما تعلم فإن كرة القدم كل شيء متوقع فيها، وبالتالي أنا متأكد وأنا أثق في كل اللاعبين وأعلمهم كلهم بشكل جيد، ويجب أن نكون صبورين وأن ندعمهم وأن نتطلع للدورة القادمة.